في كتاب صدر عن قصة حياة حضرتك قريب اسمه المتمرد. كلمة المتمرد من اختارها ولماذا؟ أولا عايز أقول إن الكتاب ده مش فكرتي أصلا، لأني عمري ما فكرت أنا، يعني اللي يعرفوني إن أنا من الصعب إن أنا أقول إن أنا عايز أعمل كتاب يعني عن نفسي، بس هو في عوامل كتيرة ساعدت إن الكتاب ده يتوجد، منها أساسا أخويا أبو بكر الله يرحمه، هو توفى قبل الكتاب ده ما يصدر، فهو كان مهتم بتراث العيلة اهتمام كبير جدا ومحافظ على كل الحاجات التراثية اللي موجودة، والكتابات والخطابات والصور والشهادات والسيرة بقى بتاعت الجدود والتاريخ للأسرة يعني. فلما طلب مني ان انا اعمل كتاب يعني قلت يعني ترددت طبعا جدا، يعني لما فكرت قلت الحقيقة الناس دي يستاهلوا ان يتكتب عنهم لانهم توفوا كلهم تقريبا يعني، فدي فرصة انه الناس تعرف تاريخ الأسرة دي اللي هي فيها تاريخ حافل بالثقافة والفنون والعلم، يعني مواضيع كتيرة قوي ممكن تبقى تثار في هذا الكتاب يعني. وعلى كل يعني من حسن حظنا ان هذا الكتاب صدر، لانه الحقيقة بيكشف عن حاجات كتيرة جدا في يعني حياة حضرتك، في الأسرة، في مشوارك المهني، في أشياء كتيرة جدا جدا. الأسرة أولا أنا يعني لفت نظري الأسماء، أبو بكر، خلفاء علي، عمر، عثمان، يعني طبعا هي ليها قصة تاريخية في الأسرة يعني. هو جدي محمود خيرت، هو طبعا هو حتي سيرته يعني كتير، لأنه هو أصلا أساس الفن والثقافة في الأسرة دي، هو محمود خيرت ده جدي أنا. هو أول ما خلف ولد فسماه عمر عشان له حد عزيز عليه جدا صديق اسمه عمر، فسمى ابنه عمر، ما كانش يعرف انه هيجي له اربعه بقى بعد كده. جدتي بقى الله يرحمها كانت بتروح تزور الجوامع، في الجوامع بيبقى مكتوب اسماء الخلفاء الراشدين، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. عجبتها الفكره فلما جابوا ولد تاني فسموه ابو بكر، مش يعني الاولاني عمر والتاني ابو بكر، وبعدين جالهم عثمان وجالهم علي، فبقى اربعه يعني عمام دي يعني. فجت من هنا الفكره، وتكررت الاسماء مع اجيال اخرى لما احنا جينا بقى يعني جه يعني يشاء القدر ان والدي هو الوحيد يعني تزوج وخلف، فتكررت القصه تيمنا بالموضوع ده وحبا فيه يعني، انه يعني اسماء الخلفاء الراشدين ده شيء حلو.